كده باين حلو قوي. بس خدني جنبك يا عمرو، تعالى عشان التباعد والمسافات. تعالى هنا عشان الكادري كويس. معانا يا جماعه هنا يعني روماني اللي قلب الدنيا كلها وقلب التيك توك وقلب حبيبي يا مصيطني مجد فيا اكتر عشان تعرف المجد الباطن. الراجل العظيم اللي اعماله كلها عظيمه لازم تنفخه في الضيف صح؟ يا ابني احنا قاعدين على البلاط ده احنا والله هو اللي اختار يا جماعه، هو اللي اختار ان احنا نقعد على السلم هنا عشان نعمل اللقاء يعني كنا لاقيين مكان انت منورني والله ومنور ترند تيوب وكل جمهور ترند. خليك يا حبيبي قلبي، ميرسي، ربنا يخليك. الاول عايزين نعرف الناس بروماني بعيدا عن التيك توك. ايه الناس اللي ما تعرفوش عن روماني؟ لو كله عارف ان انا سواق تاكسي غير سواق تاكسي غير سواق تاكسي يعني بحب التمثيل وبحب المسرح اكتر كده يعني. انت من السويس اصلا؟ الموضوع مرهق بالنسبه لك انك تيجي من السويس لحد هنا؟ مرهق لاي حد هاوي التمثيل في المراكز في المحافظات بيبقى صعب جدا بقى. صعب تلاقي ان هو يسيب شغله يسيب البلد ويسافر بالمسافات، لاني انت عارف احنا عندنا في الفنون المركزيه اللي هو مصر او اسكندريه بس. انت لو مش من دول بيبقى الوصول صعب شويه. صعب جدا. حتى في نجوم موجودين من بلاد بس هم خلاص يعني تعبوا كتير عقبال ما وصلوا يعني. شوف كده الايام بتاعتهم صعب ان انت تسافر وتروح وبتيجي كده. طب حمدي المرغني من السويس اهو، شوف بقى فين. ايوه يعني دي بتبقى بقى يعني دي بتبقى مامته دعياله زي محمد صلاح كده. خدت اهم حاجه الدعاء وشويه علاقات كده يعني مثلا ما ياخدش بالك ان مثلا خالص ممثل برضه. فدي بتفرق كتير. لسه يا جماعه روماني كان بيقول لي انت بتعمل حاجات عظيمه قوي قوي على تيك توك وبيحب. طب كدب ده صدقني حقيقي بجد. انا فوجئت. انت ايه اللي بيشدك للتيك توك او المحتوى اللي بيشد انتباهك؟ لما بتعمل حاجه يعني من جواك بحس ان انت صادق قوي فيها. لما مثلا ما تكذبش على الناس، لان الممثل بيحس قوي باللي بيكذب عليه. بتحس يعني داخل، مش عارف انت الناس اللي كانت بتجي في الموقف تقول لك انا الفلوس ضاعت مني وبتاع ومش عارف، انت بتحسهم بحسك الفني ان ده بيكذب. وفي واحد تاني مثلا بيبقى محتاج بس ما بيقولش. فحكايه الصادق، مين اللي صادق؟ فكره في كده. طول ما انت ما بتبقى صادق، طول ما انت بقى يعني سوري انا اسف، انت عارف احنا كنا ببساطه من غير ما ناخد بالنا ان احنا نقفل الموبايلات. وده انت اديك عرفت ان انا معايا نوكيا، ما تقولش لحد. ماشي معايا نوكيا يا جماعه. فالاحساس صادق ده اللي بيوصل لي على طول، حتى لو كان بيقدم ايه. انت طول الوقت قاعد بتتفرج على ملايين من الفيديوهات، بيخطفك وبتقف وانت بتقلب مع اللي انت حسيته. وده يقدر يحسه اول فنان، لانه هو اصلا اوريدي هو بيعمل ده، هو اصلا طول الوقت بيعمل تمثيل. تلقط بقى اللي صادق، تعالى ده اللي يشدك لانه هو صادق. في كتير قوي كده. مين العيال اللي بتستفزك على تيك توك؟ وبصراحه ما تجاوبليش اجابه دبلوماسيه اللي تقولي مش عارف ايه، لا قولي فلان بيستفزني فيديوهات على تيك توك. انا اللي بيستفزني التعليقات. لا بعيد عن التعليقات، لا ده هو قصه التعليقات دي. ده اللي بيستفزني فعلا. التعليقات هي اللي بتستفز. لكن اي حد بيقدم محتوى يعني ايا كان هو ايه يعني، ما هيستفزني في ايه يعني؟ انا هيستفزني هو بيحاول بيجاهد بيدور. انا ممكن ذات نفسي انا اتعلم منه. مثلا حد مثلا بيلعب، انا عارف انت قصدك عليه، حد مثلا بيلعب دانس بيلعب مثلا رقص وكده، انا بستغل ده اصلا في المسرح. انت في بعض التعليقات بتضايقك، ابرزها ايه؟ اللي مثلا التنمر بيضايق الكل. ويمكن احنا كرجاله مثلا ده احنا عادي بالنسبه لنا، لكن انا بأشفق على البنات لان بيجي لهم كميه تنمر ما حدش يقدر يستحمله كتير. فالحاجه اللي بتضايق ان انت تتنمر. وعلى فكره التنمر ده قضيه بتعاني منها الدوله، كل الناس بتعاني منها، بقى قضيه جديده على مجتمعنا. احنا من امتى بنعمل كده؟ من امتى مثلا تبص لي؟ انت بص ما بص الفني، بص انت اقرع يا عم، انت في انت اقرع ارماني، انت سواق تاكس، انت مش عارف ايه. طب ليه؟ ليه؟ طبعا بيوجعني من جوه، ما اقدرش انكر، بس لازم اظهر على الكاميرا بالذات، امسح دموعي واقف الوقفه الحلوه وابين لك ان انا مش فارق معايا كلامك، وممكن اضحكك كمان على
بس لا، التنمر تنمر، التنمر بيضايق، التنمر بي 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 وقد ايه حسيت ان المشاهير بيتعرضوا لكميه تنمر، المشاهير بقى الممثلين اللي عندنا، وطبعا انتم شغالين تكتبوا وشغالين مش عارف ايه، واصبحت حياتهم الخاصه بقت مباحه لكل الناس. ده فلان طلق، ده فلان راح، ده فلان جه، ده مش عارف، ده في فسفوسه في ودانه، ايه يا جماعه في فسفوسه طلعت في ايه ده الفسفوسه، ده الميك اب منها ساح في المشهد الثالث من المسلسل، ايه يا جماعه في ايه؟ فرجوا على فني، قيموني فنيا، لكن تفنن ثم دي خلقه ربنا يا جماعه، يعني تختوخ شويه مش عارف، ما دي خلقه ربنا، وربنا ما بيخلقش حاجه وحشه. لا وانت بيجي لك برضه كومنتات روماني، هو انتوا بتاكلوا ازاي؟ بتاكلوا زينا؟ لا في كومنت وهو ده اللي وصل برضه للترند، ان في حد بيقول روماني هو انتوا بتاكلوا كلاب؟ فاحنا اصلا صايمين، هناكل كلاب ليه؟ احنا طول السنه صايمين. لا احنا بناكل قطط. فخد المتنمر على قد عقله، هيجيب معاك هياكل يعني، خد المتنمر وامشي بيه بقى يعني، ما تعالى لا حبيبي احنا استخدم استخدم بقى موهبتك يعني، رد الضربه بس بطريقه الاز، ان انت يعني دايما كتير قوي حتى حتى الممثل المحتوى يعني بيجي لك وقت بيبقى عندك فقر في الفيديوهات، ما عندكش افكار، يدي لك المتابع ليك تعليق يفتح لك فكره، لا تعالى لي بقى انت مش بتدرى، تعالى وناخد الموضوع ببساطه وبتاع كده. مين الناس اللي بتحب تتابعها على تيك توك؟ لا كتير يعني، الليمبي، احمد ابو العينين، نصر حكايه، وده من بورسعيد يعني مدن قنافه، سابها وجاها في القاهره، عايز بقى يوصل، انا نعمل ايه، وصل المليون، اديني بقول له الف مبروك يا عم والعب معاك. لا ناس كتير قوي وممثلين برضو كتير يعني، انا فوجئت ان في ممثلين بتتابعني ومغنين، فلا في انا بتابع ناس كتير قوي. عديت العالميه، ربنا يخليك، قول كده للناس كلها. يا ريت تنزل الكلام ده، انا عديت عشان امي مش مصدقه، انا امي مش مصدقه، امي مش مؤمنه بالتيك توك. مين اللي بتحقد عليه في التيك توك؟ انت بتدوس جو موسى، وفي غيره ده بيجي له هدايا تفتح بوتيك، وانا اللي جالي طقم شرابات. يجي له كميه هدايا امال حسد يعني، برضه الواد حليوه وشعره بتاع، عايزين نطمن عليه عشان بعد القر ده. لا كل شويه انزل فيه هاند فري باص فيه ويجي له على طول. لا يعني لا يعني نفسي الناس تحبني زي ما بتحب جو. بيعجبني في جو موسى مبدا اللي هو ايه، انت مش هتاخد من دماغي وقت، اللي هو ايه انت زهقتني اطلع بره. ده نوع يعني بنتعلم منه الحته دي على فكره. جو بيدوس على حته احنا مهملينها شويه، وهي الشغل النفسي. احنا مفتقدين الحته دي، رغم ان جو مش متخصص نفسي، بس من كتر كلامه عن نفسيات البني ادم لا بقى شادد فعلا، احنا بنفكر زي ما بيفكر، لا اعتزل فعلا، فبيديك نصايح مهمه جدا. نفسك توصل لايه وحلمك ايه بالظبط؟ ونفسك تمثل قدام مين؟ احنا عارفين حلمك التمثيل، نفسك توصل لفين في التمثيل وتمثل قدام مين؟ نفسي اسدد اقساط التاكسي، ده اهم حاجه. لا لما تغمزنيش بحاجه مش كده، لا نفسي طبعا، نفسي امثل يعني، انا امثل افلام ومسلسلات، نفسي اكيد يعني، ده طموح اي حد، وده 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 غيره فنيه طبيعيه جدا، ان يبقى ليك حد يكتشفك، حد يقدرك، حد فعلا طبيعي. كلنا داخلين البرنامج ده علشان مخرج يشوفنا، مؤلف يشوفنا، ممثل يشوفنا، بس فكره ان يبقى في مثلا ممثل بيعلق لك كبيرة جدا، ان يبقى في مثلا منتج بيكلمك دي كبيرة جدا. كلنا نفسنا، مش هننكر ده يعني، نفسنا. هتتجوز امتى يا رومان؟ بعد 5 سنين. عملت كل شوية تعمل 33 سنة ولسه ما اتجوزتش، 33 سنة ولسه ما اتجوزتش، عمال تتك على الحتة دي. المشكلة في أمي، أمي مش عايزة تدخلني على البيوت وأنا عندي أقساط، فبعد ما أخلص الأقساط اللي هم 5 سنين اللي جايين، ممكن على 45 سنة ألبس دبل. عازمك ما تخافش عشان تغطي لي، بدل ما اجيب كاميرا انت تصور لي الحفله. لا يوم المنى واجي وان شاء الله اكل جمبري، اعمل لك شغل عالي. لا انا مبسوط باللقاء ده جدا، اول لقاء في مصر يتعمل على السلم يعني. يا جامد اللقاء ده. لا وعلى فكره احنا مستعانين من حاجه،
بس الرخام الناس مستغربه وهي طالعه. ثم ده اي سلم، ده سلم مسرح الامبرويس، ده بطرك المسرحيات عندنا، فده ليه معزه خاصه عندنا. احنا كاقاليم كان منانا ان احنا نقف على المسرح ده زي مسرح الدوله كده، لا ده بالنسبه لنا المسرح. فانا قعدك على مسرح طلعوا عليه يعني على طول. يا جماعه والله انا مبسوط باللقاء ده ومبسوط جدا يعني. اول مره يعمل يقعد على الارض. انت بقى اللي جاي تعمل لقاء مع واحد سواق تاكسي، بنعمل لك ايه؟ احنا متعودين على انا مبسوط باللقاء، ويا رب تخلص قصات تاكسي ون امين. ادعي وخلي كل متابعينك ومتابعينك اللي تعرفهم كلهم يدعوا. انا محتاج دعوه جامده جدا على فكره، قصات صعبه قوي. نورتني، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك، والسنه الجايه اكون يعني نجم مصر الاول. يا ونيجي على نفس السلم نتكلم برضه، ما تسيبنيش. انا نفس السلم. هنا بدايه رومانيا يا جماعه من السلم ده. هنا ده مصعب، هو ده بدايه اي ممثل.